مرحبا بكم مشاهدينا في برنامج أخبار البلاد. اليوم موضوعنا يهم كل أسرة في ليبيا. في ظل غلاء الأسعار وعدم توفر السيولة، كيف من الممكن نحافظ على صحتنا من خلال الأكل الصحي والمفيد، وخاصة إذا كان عندنا أطفال صغار؟ كيف من الممكن أننا نغذوهم بالغذاء السليم؟ انتظروا هذا كله في فقرة ضيف وملف مع أخصائي التغذية الأستاذ سيف الإسلام المجعوك، ولكن كل هذا بعد أخبار البلديات. تتواصل حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة التي أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع منتدى تمكين المرأة والشباب. وقالت رئيسة مكتب المرأة بالمنظمة السيدة خديجة العمامي لوكالات الأنباء المحلية إن عضوات المنظمة الليبية للتنمية زرنا مدرسة الخالدات الثانوية للبنات بمنطقة سيدي حسين ببنغازي لإلقاء محاضرات توعية عن العنف ضد المرأة، مفهومه وصوره وأنواعه والأثار المترتبة عليه. أكد مدير مصرف الجمهورية فرع مركز بنغازي الطبي حميد الشريف أن المصرف بدأ في إجراءات التحويلات المصرفية للعناصر الأجنبية العاملة بالمركز الطبي من العناصر الطبية والطبية المساعدة، موضحاً بأنه وافق مبدئياً على إتمام 90 حوالة، متوقعاً أن تصل المعاملات إلى 65 معاملة ليتم المباشرة فيها خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل. في طبرق سقطت 7 أبراج تحمل الخطوط الهوائية لشبكة الضغط العالي على خط طبرق القعرة بسبب هبوب الرياح القوية وسقوط الأمطار الغزيرة، وفقا لما أعلنته دائرة توزيع طبرق العامة للكهرباء. وحذرت الدائرة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك الإخوة سائقي السيارات والمركبات المختلفة والمسافرين المتوجهين إلى المناطق شرق مدينة طبرق إلى باب الزيتون وقرية القهرة من وجود خطوط هوائية واقعة على الأرض. أعلن مجلس وردام البلدي شرق ليبيا عن الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرئيسي في البلدة، ويربط الطريق الرئيسي في بلدة وردامة الساحل والمنطقة الجنوبية مدينة البيضاء، إضافة إلى أنه طريق رابط بين مدينتي شحات والبيضاء. وانطلقت أيضا في المرج أعمال التعبيد للطريق الساحلي من جهاز الإسكان والمرافق العامة في بلدية المرج الجهة المالكة وتحت إشراف مكتب المشروعات والإسكان والمرافق وبمتابعة من المكتب الاستشاري للحاكم العسكري. ويشار إلى أن هذا الطريق قد تعرض لأضرار كبيرة كونه الطريق الرئيس المركزي لمدخل المدينة والذي تستعمله الشاحنات المارة على الطرق الساحلية دخولا وخروجا من بلدية المرج. ننتقل مشاهدينا إلى فقرة ضيف وملف. في موضوعنا اليوم مشاهدينا حنناقش كيف من الممكن أن نتغذى جيدا في ظل الظروف الحالية من غلاء الأسعار، وخاصة إذا كان عندنا طفل صغير. شنو هي الحاجات الأساسية اللي لازم نوفروها لأولادنا؟ شنو فكرة الليبيين أصلا عن الأكل الصحي؟ ليش ما نغيروا نمط أكلنا بعد ما تغيرت ظروف حياتنا؟ كل هذا سنناقشه مع ضيفنا السيد سيف الإسلام المجعوك، أخصائي التغذية ومسؤول بملف التغذية للرياضيين في اللجنة الطبية للاتحاد العام لكرة القدم. أهلا بك أستاذ سيف. أهلا بك. في البداية يعني مع تذبذب الأسعار وغلاء يعني حتى السعر مش ثابت ويعني وصارت طفرة في الأسعار، يعني كان الحليب بجنيه قعد بثلاثة جنيه بخمسة جنيه، يعني في هالظروف كيف تغير وضع الأسرة الليبية؟ كيف تغير المستوى المعيشي لها؟ خاصة لما يكون عندنا أطفال صغار في الأسرة. هو شوف السادة، أن نحكي في الموضوع بصورة شمولية المستوى جميع الأسر الليبية من الصعب كأخصائي تغذية أنا جيتني حالة مثلا أو أني نابن تدخل في حالة أو أني نبي يعطي توعية لطلبة في مدارس، يعني مستوى أسرهم من الصعب أني نعمم على الموضوع.
لكن نحن ديما كأخصائيين تغذية أو أطباء تغذية في بنغازي هنا ناخذه على مستوى متوسطي الدخل في بنغازي. هذا المستوى العام يعني أغلب الناس. أغلب الناس. يعني في بعض الناس تقدر تقولي ما تأتروش في ناس. في اللي فوق المتوسط في اللي تحت المتوسط لكن نحكو بالأغلبية. لما نحكو في المتوسط نلقى أن أغلبية العائلات تأثرت قوتهم الشرائية. يعني أنا لما جيني بنحكي من ناحية سوقية حنحكي أن في السوق تأثرت قوة الشرائية. لكن هل هذا أثر على المستوى الغذاء المتوازن للأسر داخل البيوت؟ يعني هل الحصص الغذائية المتوازنة يأخذوا فيها في الأسر هذه داخل البيت أو لا؟ هنا اللي أنا نختلف فيها شوي. يعني نحن لما نرد شوية هكي يعني ما قبل غلاء الأسعار في وضع البلاد أفضل من هكي وضع طبيعي. هل أن الأسر الليبية كنا تأكل في غذاء متوازن أو لا؟ هو هنا حتى هي تجي هي نقطة في ذلك. فنحن أصلا من الأساس أن في داخل الأسر الليبية أن عدم انتظام في وجبات الغذاء. أغلبية الأسر يعني غذائها غير متوازن، حصصها غير متوازنة، تهمل في وجبات على حساب وجبات أخرى. زي شنو مثلاً؟ يعني مثلاً نحن أغلبية الليبيين تلقينا نحن مركزين على فترة الغداء. الغداء. والكارثة اللي أكبر من هيك العشاء. إن لا الغداء نفسه. إن في جزء كبير إن تلقى الغداء يعني يديروا بكميات كبيرة وكميات هذه يأكلوا لما يتعشوا بها يتعشوا بها أو يقدر يأكل فيها في العشية. هذه وهذا نحن عندنا مشاكل. يعني نحن عندنا مشكلة في إعداد الحصص اليومية للغذاء المتوازن داخل الأسر الليبية. فممكن من جانب كويس إن الظروف اللي مرينا بها تجي فرصة للأسر الليبية إن نغيروا النمط هذا إن نغيروا النمط وإن نديروا غذاء متوازن ومرة تطلع معنا الكلفة واحدة مرة تروح حسابيا تطلع معنا الكلفة واحدة. هذا الصورة في المجمل. أما بالنسبة يعني هل نقدر أن فيه رجيم عام توا في الوضع الحالي ولا لا نفس النمط ما تغيرش؟ يعني ممكن بس غيرنا الجودة بتاع الأشياء هو بسبب الأزمة المالية طبعا وغلاء الأسعار. هي بالنسبة لغلاء الأسعار وتوفر السلع إلى حد ما يؤثر. يعني نحن تفرق معي نوع الشركات اللي خاشة في المنتجات. يعني لما جينا نحكي لك على منتج حليب يعني يفرق معي أن الشركة هذه هي الشركة هذه منتجاتها مطابقة المعايير مش مطابقة. نحن السوق الليبي تو قاعد يعني قاعد سوق غير ثابت. يعني نحن أغلبية يعني أغلبية السلع يعني لما نخش مواد غذائية نلقى أن السلع هذه متوفرات في المقابل بعد ممكن أسبوعين بعد شهر نلقى نوع سلع آخر. لكن في المجمل الآن يعني حنحاول نعطي صورة عامة أن كيف أن الأسرة تقدر تدير غذاء متوازن لعيالها خاصة الأطفال. حنحكي شوية عن بداية الأطفال هكي من مرحلة الطفولة أو مرحلة أنه هو قاعد في مرحلة أنه هو بيبي أنت ما خش المدرسة إن شاء الله هتكلموا على الموضوع هذا. ولكن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الجزء الخارجي اللي صورناه في حلقة أخبار البلاد بخصوص هذا الموضوع. سألنا مجموعة من المواطنين اللي تسوقوا في سوق الزيتون البنغازي كيف تغير نمط غذائهم، وهناك يعني كانت إجابات ملفتة للنظر نشاهد مع بعض. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة من برنامج أخبار البلاد. خصصنا فقرتنا اليوم شنو المتسوقين يحبوا يشروا في الفترة هذه خاصة في غلاء الأسعار، وغذاء الطفل كيف قادرين يغذوا أطفالهم بالطريقة الصحيحة. يعني كل حاجة نشوفوها هنا يعني زادت الدبل وممكن حتى ثلاث أضعاف. خلونا نشوفوا المتسوقين في السوق. السلام عليكم. السلام. نحن اليوم دارين في فقرة أخبار البلاد يعني كيف قادرين تغذوا طفلكم. يعني عندكم ما شاء الله بنية عمرها كم؟ 4 سنوات. وعندي بنت عمرها 9 شهور. 9 شهور ما شاء الله. طيب كيف قادرين يعني توفروا لها الحاجات الأساسية وكيف تحاولوا أنك تحافظوا على صحتها في ظل غلاء الأسعار؟ والله بصراحة يعني الفترة هذه أصبحنا نقصروا في حاجات واجد من أجل أن نوفروا لها الحاجة الأساسية زي الحليب زي الجبنة. أنت عارفة في طور نمو وتحتاج للحاجات هذين، فحاولين تغذينا على حاجات واجد من أجل شنو التغذية. مثلا فصل الشتاء وتبي تشري دباش تبي تشري، أنت عارفة أسعار غالية في كل حاجة، فحاولنا أن نحن نركز على التغذية، تغذينا على حاجة واجدة.
هم أطفال يعني مستحقين كل حاجة، يبوا فاكهة، يبوا حليب، يبوا أجبان، يبوا، فنحاول بقدر المستطاع أن نحن نوفره. طيب نسألوا رب الأسرة كيف قدر توفق يعني في مثلا حضرتك موظف أو يعني أعمال حرة، يعني أكيد في ميزانية معينة للشوبينج وكي زادت أكيد أكيد هي بغلاء الأسعار زادت يعني ثلاثة أضعاف، يعني الواحد ممكن لو قعد على المرتب الوظيفي مش حيقدر يجيب لهم حتى الحليب صدق يعني، فالواحد يضطر أنه يخش في مشاريع يدير أي شيء باش يوفر لأولاده أبسط الأشياء اللي هو الحليب، الأكل، المدرسة، الكتب، الملابس، يعني الواحد مرات يقعد يخدم 12 ساعة لسبة أنه يوفر لهم الشيء هذا. ونحن مشكلتنا في 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 المجتمع الليبي ما في أشياء ضروريات تمام، ما يحرمك يعني ما حد يقول لك زي شنو مثلا توا خشوا شويه في التقاليد العادات والتقاليد، لان نحن حكم نحن ليبيين فما تقدرش ولدك يعني ممكن تشتري له حاجه وفي نفس الوقت خوه الاخر يقعد فتجيب لهم اثنين في نفس الوقت، لو انت تسكن مثلا مثل زي اللاجئين توا والمهجرين هذوما اكيد قاعد مع هلا قاعد مع اقربائه فما يقدرش حتى مرات يشتري حاجه لعياله فتصير نوع من حساسيه. ايوه فمرات الواحد يجيب بالزايد اي نعم هي ميزانيه حتكون اكبر من كي بس ما هذينا ظروفنا يعني، والوضع اللي حاطينا فيه ماهوش وضع طبيعي يعني حكم ان الحرب وال نقص سيولة وغلاء الأسعار والدولار طيب الخضرة هل قادرة عليها الخضرة والفاكهة خاصة يعني في الفترة يعني الحاجة رخيصة يعني مثلا توا الموز ينزل نقدر نجيبه غير كذا يعني 3 جنيه الموز أما كاين بستة ما قدرش ناخذها بصدق. بالنسبة للفواكه بالذات لا يمكن نستطيع نشتري لأنها غالية والأسرة كبيرة، يعني بديش لي حبتين ولا ثلاثة عشان ما يسدش الأسرة، فطبيعي حاجة واثنين بنتخلوا عنهم فناخذهم غير حاجة ضرورية. حمد زي شنو مثلا؟ زي الموز والتفاح والفواكه بصفة الحاجات الضرورية. بالنسبة للحاجات الضرورية حتى الخضار مش قادرين يعني في الجمعة نقدروا اللحم يعني فيت الحاجات اللي نقدروا نكتفوا بها يوميا. بعدين نحمد ربي ان عيالي كلهم كبار يعني مش ممكن الكبير يتحمل، لكن الاطفال الصغيرين هذوم اللي عنده اطفال يحتاجوا الحليب ويحتاجوا الفواكه ويحتاجوا الخضروات يحتاجوا هذا مهم خاصة في فترة النمو. فترة نموهم طبيعي يحتاجوا الحليب من خلال يعني اكيد عندك اقاربك عندهم عيال صغار طبعاً. فكيف قادرين انهم يقاوموا الوضع هذا؟ والله يحاولوا. لا بالنسبة للفاكهة ياخذوا لك من كل نوع تعرف يديروه ذوقة يعني ذوقة بالضبط، ويديروا فروت سلطة يديروا حاجة مشوا معها في الأسبوع مرة مش كيف قبل يوميا وكيف يحاولوا والحمد لله على كل حال. الإنسان ضروري ياخذ حاجة ضرورية يعني كيفه شيء زي شنو مثلا؟ الحاجة الأساسية اللي بحوش مثلا المواد الغذائية مثلا زي زيت الطماطم الأرز المكرونة هذه نعتبرها أساسية في الحوش. في حاجات مثلا نقدر الانسان يستغنى عنها مثلا زي تن مثلا على سبيل المثال الحلو المعجونه يعني هذه يعتبر حاجه زايده يعني فقدر الامكان قدر الامكان الانسان هو ياخذ حاجه ضروريه. طيب شنو تفطروا عاده؟ والله الافطار عاده يكون دحي حليب مثلا، في ناس عندها هوايه بالقهوه مثلا بالضبط، وانا ما عنديش هوايه لا بالقهوه بالشاي ولا اي حاجه. مريح روحك. مريح روحي. ممكن كبايه عصير بعد 11 12 ممكن مع كسر خبزك هي برنامج ان شاء الله. طيب الخضروات الفاكهه يعني اكيد مثلا الاولاد يشهوا حاجات هيك كيف قادر؟ اكيد لكن هو بالدرجه الاولى طبعا على عامل المرتب بالنسبه للشخص، حتى عامل المرتب يفرق، في اللي مرتب ممكن كويس في اللي مرتب تاعه ممكن ضعيف كي ضعيف مثلا تو مرتب الضعيف هذا ممكن حاجة اثنين يستغنى عنها بالرسمي، لكن مرتب برضه كويس الحمد لله يعني ماشي مع أمور الحياة يعني أقل حاجة أكيد حليب للعيلة الصغير
حكيت الحليب كنا ناخذ فيها بجنيه وبخمسين قرش وخمسة وسبعين قرش، حاليا بجنيه ونص وما فوق أخرى، وهم يرموا عليه غلاء. هو مازال صغير، لكن لما يكبر شوية ويقعد يطلب منك في حاجات، كيف تقدر تقنع انك انت ما كش قادر؟ انا غالب ضروري بنطلعها له، اي حاجه يبيها ضروري بنجيبها له، انا ضروري بنطلع نعدي نخدم نعدي نجيب له فلوس. حاجه العيل الصغير مش كيفنا احنا الكبار، نسينا حاجات واجد. لما درنا الثوره استغنينا على حاجات واجد، لنا نحن وامهاتهم، لكن دعوينا صغار ربي يفرج عليهم، هذه نقولوها بس نحن عارفين الموضوع هذا كله مفتعل على. طيب تقدر توفر له الحليب، الفاكهه، الخضره، هالحاجات الاساسيه؟ والله نوفروا اللي نقدر نوفره، لكن في حاجات اكيد بينقصنا عليه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامحني نسألك على نمط شراء الناس في الفترة الحالية مع غلاء الأسعار، كيف تغير؟ ضعيفة جدا، نفس الإجابة اللي جاوبتها، ضعيفة جدا جدا جدا، من قلة الأسعار، من قلة السيولة في البلاد، أسعار مرتفعة جدا، ناس تعاني، ناس تعاني تعاني تعاني. طيب كيف تغير الغذاء بتاعهم؟ يعني هل نقص يعني مستوى الغذاء الصحي عندهم؟ هينقص، يعني بدل ما يشري مكرونة ورز قبل، توا يشري رز او بيشري رز ويشري مكرونه، بيشري دجاجه ولحم يشري دجاجه، يعني قبل معشي. يعني حاليا الناس سعرها تضاعف في الصحه، في الاكل، في الطعام، في الشراب، في يعني في جميع الامور. طيب حضرتك عندك اولاد؟ اكيد. طيب كيف قادر تحافظ على صحتهم غذاء؟ بصراحه انا راجل نازع، ومقدرنا الله عز وجل ولله الحمد، نحمد الله على كل حال. مقتدر ولله الحمد، نخدم صبح وعشية مشان نوفر سيولة لبيتي والإيجار الاثنين. في حاجة واثنين أنا أغض النظر عنها، ما عادش نبهت فيها. اللي قبله يشربوا في مثلا مشروب قزوزة وعصير، هو يا ما يشرب قزوزة يا ما يشرب عصير. يعني إن شاء الله ندعو الله أن يفكر بعن قريب. عندنا كاشير واحد آخر، أهلا بك. مرحبتين بك. قل لي عندك أطفال أنت صح؟ اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين. الحمد لله. الله كيف قادر مصطفى انك انت يعني توفر لهم كل حاجه صحيه نقدر نقوله، ما نبوش حاجه يعني الكماليات لكن الاساسيات، هل قادر توفرهم ولا لا في ظل غلاء الاسعار؟ لله الحمد، يعني هي في صعوبه، يعني ما نقولكش ان، لكن الواحد بالكد والتعب، وهذا المفروض ان الرساله نوجهها اللي شورهم مسؤولية البلاد، انهم كيف ما يحقوا فيها الشباب والناس اللي تعاني ويكدوا، مفروض حتى هم يعني ياخذوها من ناحية المسؤولية ويبدوا في العطاء والبناء. طبعا لما تفكر مستقبلك اكيد تفكر في اولادك يعني. اكيد. كيف قادر توفر لهم؟ كيف توفر لهم الحاجات الأساسية، البيئة المناسبة؟ والله يعني نحن خلاص راحت علينا. والله ان شاء الله، بالعكس حتى انا ممكن نفرح، يعني ليش لا يعني، لكن بفضل من الله والحمد لله، وبدعاء امهاتنا وجدودنا ان شاء الله يكون الامور طيبه وعلى خير ما يرام ان شاء الله. بس شويه صبر اللي بين وتحملوا شويه، وباذن الله ما يجيهم الا الخير. بس انا رساله نوجهها للناس اللي فوق واللي هم مسؤوليتهم في رقابهم، هم ان يكونوا على قد المسؤوليه، كيف ما هالشباب وهالناس تعطي وانت تحقي فيها الشهداء، قوافل الشهداء والناس المصابه يضحوا بارواح، المفروض حتى هم يضحوا على سبنا نحن، لان نحن عيالنا ما مش رخاص مهما كان يعني. شكرا لك مصطفى. هذا مصطفى بحيو صديق العائله. نشوفوا كاشير واحد اخر. اهلا وسهلا. عفوا. السلام ورحمه الله. انا بس نسال على اها. اكيد قاعد اضعف وابطا من قبل، هذه اول حاجه. طبعا الموضوع هذا بسبب السيوله وازمه السيوله، هن الاثنين. بس طبعا بالنسبه للسيوله هي الاغلب طبعا اللي اثرت على الموضوع هذا. عرفتي لاحظوا هنا ان ما زالوا الناس ياخذوا في حلويات وياخذوا في حاجات يعني اضافيه، مش زي قبل. لا قصدي يعني قلت اغلب حاجه اللي هن الحاجات الاساسيه، فهمتي عليها؟ فالكماليات وال يعني البضاعه زي ما تقولي زي فخف السحب علينا بجد يعني.
يعني شوكولاتة 70 جنيه. يعني الحاجات هذه ممكن أن الناس يستغنوا عليهم في الفترة هذه ويقدروا يشوا الفاكهة بدل الشوكولاتة. ما زلنا مشاهدينا في سوق الزيتونة، لقينا مواطن. أهلا وسهلا. مرحبتين. معلش نحن نسألك عن نمط الشراء بتاعك، كيف قدر كيف غيرت نمط الشراء بتاعك من زمان لما كانت السيولة متوفرة وتوا ما فيش سيولة وغلاء الأسعار؟ والله نحن نحاول نكيف في روحنا باللي نحصلوه من سيولة في البنوك، نكيفوا في روحنا بالموجود يعني، وناخذ في الحاجات الضرورية يعني. طيب في حاجات لغيت من زمان كنت تجيب فيهن؟ لغينا أشياء واجدة يعني، أصبحنا ناخذ بالضروريات بس ما عادش نركز، أشياء واجدة نقصنا فيها. هي السيولة هذه دايرة مشكلة للناس كلهم يعني، والليبيين كلهم كيف بعضهم، سواء هنا ولا في أي منطقة في ليبيا. فنحاول نوفقوا نحن بالحاجات الضرورية وخلاص هذا اللي. طيب هذا أثر على تغذية الأولاد مثلا، خاصة يعني في فترة العيال لما يقعدوا صغيرين محتاجين الحليب، محتاجين الخضروات، محتاجين الفاكهة. مش بالضرورة، لأن تكون عندك فكرة بسيطة، أنت اللي مش قاعد في اللحم قاعد في الفاصوليا، اللي مش قاعد في الفاصوليا قاعد في الميه، فكل البروتينات متوفرة في كل شيء، عرفتي؟ تقدري توفق أنت بين لأن الفقير يعيش واللي عنده يعيش وكلها تعيش، ما فيش مشكلة. وأزمة وتمشي، ما تبيش تستمر هي ديما، عرفتي؟ أنا يا ما شافت ليبيا. طيب شنو ناوي اليوم تشتري؟ لا حاجات بسيطة جدا، احنا عصائر و حاجات خفيفة هيك، الحاجات الأخرى ناخذوا فيه من برا يعني. كيف من برا؟ يعني دكاكين الخضرة، دكاكين الدجاج، دكاكين اللحم، الحاجات الشكل هذه، لكن تو الحاجات البسيطة، أنا ماني جاي ندير في تسويقة ثقيلة، عرفتي؟ وعلى قيس غطاك ما تكرعيك، اللي في جيبنا نحطوا فيها ونعدوا، الراجل كل يوم برزقه. والله هو حاجة على حساب حاجة حتكون يعني، باش توفر له هو حاجته طبعاً. وفي بعض الناس يلجأ للإكسباير، ياخذ لعياله في إكسباير من بيسكتهم. هذه حاجة جديدة والله، أول مرة نسمع. في واجدين يعني شوكولاتة إكسباير؟ أي حاجة يقول لك هي رخيصة، هو ما تشريلاش الشيء أفضل من أنك تشري إكسباير يعني. فهذينا وبالنسبة ل... يعني هذه ثقافتهم عادي ياخذوا حاجة اكسباير، لأن ممكن تكون مسرطنة يعني لا سمح الله. هو الفكرة انه بيحل مشكلته، هذه الفكرة يريح راسه مشكلته بس يعني. لكن الحلول اللي توا طريقة الدفع عن طريق خدمة ادفع لي او السكوك السياحية أو... ولكن حتى مع توفر السيولة الأسعار غالية يعني، الناس ما عادش قدروا يشتروا نفس الأشياء. أرقام فلكية، كل يوم يزيد، كل يوم يزيد، ما ليش علاقة بالدولار في الحقيقة، لأن هو الدولار من 3 طب في 6 و7، فهو يزيد في جنيهين 3، مش معقولة. لو كان مربوط بالدولار راهو الحاجة زادت 5 أضعاف، لكن هو مش موضوع دولار هيك، ما فيش لا رقيب لا حسيب، اللي في راسه سعر يحطه وخلاص. طيب كيف قادر توفر؟ يعني لاحظنا انك خذيت شوكولاته وبسكوت وجبنه، يعني هل غيرت مثلا نوعيه الجبنه؟ غيرت؟ لا لا, لا, لا لا صراحه، جبنه نوعيه رديئه ما نشتريهاش، ما عنديش حقها، الكويسه ما نشتريش بكل، لكن ضروري تكون الجبنه والتن يكونوا حاجات كويسه بالذات يعني، الجبنه بالذات يعني. طيب الفاكهة الخضرة هل ما زلت يعني تحاول توفرها للأولاد؟ والله مش بنفس الكمية، مش يعني اللي كانوا يأكلوا فيها يوم بعد يوم، تبي تكون في أسبوع يومين مثلا. هذا كيف يأثر على صحتهم؟ والله تحاول أنك أنت تغطي بحاجات أخرى. الراعي ربي. هو الراعي ربي، هو المهم. ما أنا عندي صراحة أهم شيء ما نجيب لهمش حاجات إكسباير، بس هذه رقم واحد يعني. نحن نشوفه مع بعضنا، سعر التونة 35 دينار، هذه حكية يعني نقدر نقول عائلية، ممكن تمسك عائلة أسبوع مثلا، 35 دينار. شوف الحكة الصغيرة 4.5، يعني هذه كانت قبل بجنيه ونص وجنيه وربع. وانتم عارفين طبعا الليبيين يعني هذه ثقافة، الساندويش التن او يسموه فيه نص التن، ثقافة عندنا ضروري يعني، كل يوم لازم واحد ياخذ نص تن. فكيف بيقدر؟
نشوفوا مع بعضنا في الصفة هذه الجبنة، جبنة البقرة بجنيهين، يعني من كان يقول انها وصلت حتوصل لجنيهين. القشطة 3.5، يعني الواحد لو بدير تشيز كيك ولا بدير أكلة يفرح بها عيالة صغار أكيد حتكلفه فوق 15 جنيه. البريل جنيه و10. هذه الجبنة يعني حاجة بسيطة، يعني الواحد حتى اللي جعان بتسكتها بخبزة وجبنة، منين يطيب الغداء ولا العشاء؟ فحتى الخبزة وجبنة مش قعدت صراحة. سعر أبو الولد جنيه و85. بدنا كل الأسعار اليوم. الكيري مش معروفة، إذا كان في آلة تقريبا 4 جنيه. وبرضه في مشكلة أن يعني ليبيا ما عندهاش المنتجات هذنا محلية، يعني المفروض يكون عندنا منتجات محلية يجد السعر ثابت مهما تغير سعر الصرف، السعر ثابت. فضروري يعني الصناعة، ضروري الصناعة المحلية عشان نقدر في أمان، واحد يغذي أسرته، هذه أبسط حاجة. كيف ما تشوفوا مشاهدينا أن صفة القشطة قاعدة كيف ما هي، دليل على أن ما فيش سحب عليها كبير. نشوفوا في الصفة الأخرى الحلوى الطحينية هنا ب 16.5. الحلوى الطحينية برضو المستوردة حتى هي في حدود 12-13. كم هذه؟ تقريبا ها 15. والصغيرة جنيهين، يعني هذه حلوى طحينية مش معروفة واجد بجنيهين. يعني لاحظوا ان العائلات قد تباعد عن القشطة، عن الحلوى المعجونة، عن الحاجات اللي كانوا يعني نقدر نقولوا كانوا ياكلوا فيها يوميا، لكن تباعدوا عليهم. ممكن حتى توا قاعدين يفطروا بس في خبزة وحليب. يعني أنا من عشاق التين المجفف أو الكرموس، يعني نحبه واجد، كان ديما ناخذ في طرف مع الشاي الأخضر طرفين، لكن توا وين يعني توا السعر 7.75 قرش، يعني 8.25، وغير هيك تلقاه يابس. ليش؟ لأن يعني سحب عليه قليل، فهو مش حيكون بالجودة الكويسة، والسعر بصراحة مش منطقي 7.75 جنيه، يعني مستحيل حنشريها. حبينا مشاهدينا ان احنا نختم فقرتنا احدى الشاي الاخضر والشاي الاحمر. طبعا الشاي الاخضر معروف بانه هو صحي، سعره غالي شويه لكن نقدر نقننه في استخدامه، ما نديروش واجد ونكبوه، نديرو شويه شويه على قدنا. والشاي الاحمر حتى هو يعني شوفوا 6 دينار 6.5 دينار، لكن برضو يعني قبل كنا نديرو في براد كبير، نحاولوا نصغروا البراد على حسب الاستهلاك. حاجة هذنية أساسية ضرورية، الشاي الأحمر يطول العمر، الشاي الأخضر يخسس ويساعد على الهضم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا في فقرتنا، وتابعونا في الاستوديو. شفنا مع بعضنا مشاهدينا هذا التقرير الخارجي اللي صورناه جزء من حلقة أخبار البلاد، صورناه خارجيا. نرجع لأخصائي التغذية الأستاذ سيف الإسلام. أستاذ سيف الإسلام، يعني أغلب يعني المشكلة اللي لاحظناها في التقرير أن الناس نقصت عليهم الخيارات، لكن التغذية يعني مفهوم التغذية الصحية مش موجود. هي هذه النقطة اللي بدري حكيت عليها، ان نحن قبل الأزمة هذه هل كنا ناكله كويس ولا ما كناش ناكله كويس؟ هنا نجوا من خلال الاستطلاع هذا نلقوا ان أغلبية العائلات الليبية ما عندهاش ثقافة التغذية، ثقافة التغذية الصحية. هو في الغالب نحن يعني أخصائيين تغذية بعد ما نبدو في ثقافة الغذاء وكيف نغرسوها في العيل وكذا، ديما تبدا معنا بالطفل من بعد ال3 سنين. ما قبل ال3 سنين أغلبية الفترة هذه الطفل يكون ياخذ في الفورميلا أو الحليب الأطفال هذا المجهز، ويفضل هو من عمره يوم عند 1.5 سنة 2 سنين إنه يجد مثلا على الرضاعة الطبيعية، أو إنه خش على الحليب الحكية.
الى العلم الحليب الحكيه ولا الحليب الباكو؟ الحليب العلبه اللي هو بتاع الاطفال هي الفورم الحلبه هي انفنت فورم. وبعد ثلاث سنين نحن يعني نتعامل مع الطفل باستراتيجيه التغذيه، هي استراتيجيه السعرات الحراريه وتوزيعها على الكربوهيدرات والدهون والبروتين. فالكربوهيدرات اللي هي النشويات، فنحن الحصص بتاعنا بتاع الطفل تكون مرتكزه على الثلاث حاجات هذين بناء على احتياجه من السعرات الحراريه. يعني لما نجي نحكي لك على طفل مثلا، نحن خلينا نحكي خاصه زي ما فهمتك اغلبيه الفئه تو اغلبيه الاطفال هم من فئه المدارس وكذا، غالبا التغذيه الصحيه والتغذيه الغير صحيه او سوء التغذيه تاثر على التحصيل العلمي للطالب بدرجه كبيره. فغالبا لازم في فتره الدراسه وفتره انه يكون الطالب غذاء متوازن الى ابعد حد. فباش نحكينا على البرنامج الغذائي السليم او وفقا للظروف الاقتصاديه وحسب ما سمعنا توا من بعد الاستطلاع اللي ندايرين انت معنا، فلازم نعرفوا نحن ان نحن عندنا وجبه رئيسيه وجبه يعني ثلاث وجبات رئيسيه. الوجبه الاساسيه هي تعتبر وجبه الفطور، بعدها عندنا وجبه الغداء، بعدها عندنا وجبه العشاء. طبعا وجبه الفطور فيها حصص ثابته يعني ما ينفعش تغير فيها، فيها ثقافه عندنا في ليبيا كارثه عندنا في وجبه الفطور بالنسبه للاطفال. شنو هي؟ هي خبزه. نحن في بنغازي درنا عليها موضوع كبير اللي هي حليب وشاهي. حليب وشاهي. الحليب وشاهي هي من العادات السيئه للاطفال بصفه عامه. يعني يفضل الحليب. الحليب للكبار اللي كيفنا عادي شو حليب؟ يعني مش بالدرجه مش يوميا يعني؟ يعني مش بالدرجه اللي تاثر بها الطفل. ان الطفل أكثر في مرحله نمو واحتياجه من الكالسيوم حتى بالنسبه للانسان الطبيعي اكثر فيفرض. فديما كبايه الحليب بتاع اي صغير او الاطفال نتيجه حليب ابيض. افضل حليب الباكو الحليب الحكيه للاطفال. يعني كوب الحليب هذه حاجه اساسيه بالاضافه للحصه البروتينيه اللي هي حصه اللي هي بيضه مطبوخه. بالإضافة لحصة النشويات في الصباح اللي هي بالإضافة للمشتقات للبان اللي هي زي مثلا الجبنة الزبادي، لكن يفضل في الفترة الصباحية الأجبان بنوحة باهي. يعني إما لما نحكو في الفترة الصباحية للطفل اللي هو يكون كوب حليب بيضة مطبوخة بالإضافة للجبنة. بالحاجة الثانية من ضمن العادات اللي احنا عندنا الليبيين هو التعامل مع الخبزة، عندنا تعامل سيء مع الخبزة. يعني استهلاك يعني مفرط استهلاك من يعني ناب في يعني لما شفت اغلبيه المجتمعات برا تلقيهم في التعامل مع الخبزه يفرقوا على الليبيين بك. يعني الليبيين عندهم الخبزه هذه تعامل بها بطريقه غريبه، يعني انتاج ليبيا من الخبزه يعني انتاج غريب. يعني 10 مليون نسمه تونا. حتى نحن لما نديروا في برنامج غذائي لمثلا حاله جيتنا ولا مريض ولا واحد بينقص ولا الخبزه، الخبزه مش حنعرف نتعامل معها، مش عارفين الشخص هذا كم ياخذ الخبزه رغم ان هي بالنسبه لنا احنا كارثه. لكن التوست خيار يعني كويس خاصه للاطفال في فتره المدرسه. ولكن التوست مش يعني يقولوا انه هو شويه مواد حافظه فيه مثلا وحاجه كيفكي؟ بالعكس الانتاج المحلي. الانتاج المحلي عندك توست ينتج فيه اغلبيه حلويات حلويين بنغازي. يعني عندك توست ب 20 او التوست الاسمر حتى هو افضل يكون التوست ولا ما عندناش نحن اصلا. لكن غالبا في فتره النمو اصلا احتياج الطفل كبير مش زي احتياج الانسان العادي. يعني ممكن التوست الاسمر يكون مثلا اللي ينقص اللي بيثبت وزنه افضل، لكن في فتره النمو التوست الابيض مش يعني مشكلة. يعني لما تديري زي ما تقولي مثلا ديري نحن نقولها شطيره مثلا التوست هذه تحطي فيها جبنه نطفيه في الصبح مع كوبايه الحليب والدحيه المطبوخه وياخذ معاه وحده للمدرسه معاه بالاضافه لعصير، هذه تعتبر وجبه خفيفه الثانيه. بعدها نشوف وجبه الغداء، وجبه الغداء تكون عندنا فيها حتى هي حصه النشويات إن سواء كانت من رز، ديما نحن نفضل إن أقل حاجة ثلاث وجبات رز في الأسبوع. والوجبات الأخرى يقدر يشكل فيها. شنو يعني مثلا الوجبات الأخرى؟ مكرونة عادي؟ الليبية أنا مش نعدو بعيد، يعني زي المكرونة ولكن الحصص لازم يعني الحصص وفي نفس الوقت الدهون، نسبة الدهون في المكرونة نفسها، يعني في طريقة إعداد المكرونة، يعني تونا نعطيك يعني حتى تقليل نسبة الدهون يعني تنقص الزيت هذا توفر عليك توفر في الفلوس وتوفر حتى في نوع الطماطم المستخدم. يعني لما نقول لك لما تديري صوص للمكرونة بالطماطم الطبيعية خير من الطماطم العلبة صحيا أكثر وفي نفس الوقت حتى للمستهلك أرخص. فهمت كيف؟ هذا شيء بالإضافة إلى
ان نحن في يعني في ليبيا في نيفي امس الحاجه لاعداد الحصص الغذائيه لمده اسبوع مثلا. يعني انا بعد ما ندير برنامج مثلا بندير عده انا عندي في الشهر اربع اسابيع. الاربع اسابيع هذيلا بندير انا مثلا نجي ربة المنزل اللي هو هذا جزء من التدبير المنزلي اللي نتمنى ان نديره في نوع من التوعيه لربات المنازل. ان كيف تدير اقتصاد منزلي صحي حتى في الغذاء. فمن ضمن الحاجات هي مثلا وجبه الفطور ووجبه الغداء ووجبه العشاء على مدى اليوم ونحسبها على مدى الاسبوع. يعني مثلا درت ثلاث حصص رز في الاسبوع من انا عدد افرادي ثلاثه انا عارف ان نحن نحتاج كيلو ونص رز الاسبوع هذا. فهمت. مكرونه حنستحق كيلوين. نشوف مع بعضنا على الشاشه ما رايك في مستوى غذاء الطفل الليبي في ظل غلاء الاسعار؟ هذا اغلب التعليقات نار حسبي الله ونعم الوكيل. يعني اغلب الناس يعني يتاسفوا على الوضع هذا لكن يعني نقدروا في خلاصه يعني في 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 30 ثانيه استاذ سيف الاسلام يعني في ظل الصعوبات اللي نحن نعيش فيه نقدر نعيش في نمط غذاء صحي او لا؟ نقدر نعيش في نمط غذاء صحي بناء على لو ان نحن عندنا استراتيجيه نوضع من الغذاء لمده اسبوع. يعني على ضوءها بعدها نشوف الاسبوع هذا كم كلفني بعدها تطرح المشكله نحن نعرف نحلوها كاخصائيين تغذيه. لكن بطريقه عشوائيه للشراء بطريقه مش مبنيه يعني لما جيت واحد يقول لك مثلا انا ما ناكلش صحي وجيت بحثي سلته تلقيها غير صحيه اصلا. صحيح. ما لهاش علاقه بالاسعار. بعض الاشياء ما لهاش علاقه بالاسعار. شكرا لك استاذ سيف الاسلام المشعوك اخصائي التغذيه. العفو. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا، نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج أخبار البلاد.